المفروض احسن حاجه يعني الواحد قبل ما يسوق عربيه قبل ما يسوق العربيه يقيس السكر. لكن لو استعجل او افتكرش او كده بيحس بايه؟ ان بيجي بسرعه انخفاض السكر مش ارتفاعه. الارتفاع بيكون واضح من قبلها انه في تبول كتير وشرب كتير ورئه ناشف والكلام ده او رهاق جامد مش هيقدر يسوق العربيه من الاول. نعم. ودي بتبقى حاله خطيره جدا نازل على المستشفى تيجي عليك في البيت. اللي بيعرض اكتر يجي له هو سايق اللي هو ايه؟ انخفاض السكر. هيبدا ايه؟ يصعب هبوط مفاجئ، زغلله في العين، يشوف حاجه اتنين، عرق، هبوط، يركن على جنب على طول. هو المفروض واحد زي ده يكون معاه ايه؟ سكر. يعني او مشروبات سكريه، لو شرب كوبايه كوكولا او اي مشروبات غازيه فيها سكر، او عصير برتقال، او ثلاث معالق سكر في كوبايه ماء. ويستنى ربع ساعه. ده مريض السكر. مريض السكر. يعني مريض السكر ممكن يحصل له عمليه انخفاض مش ارتفاع. ده وده. اه. فلو باخد ادويه منخفضه للسكر زي انسولين وبعض المركبات اسمها سلفونيل يوريا دي ممكن تعمل انخفاض سكر خاصه لو ما كانش اكلته المعتاده زود الجرعه من غير ما يقيس او مثلا جاله اسهال او عمل مجهود زياده عن اللزوم كل دي حاجات ممكن تخلي الجرعه اللي خدها فعاليتها اكتر فبالتالي ينخفض السكر. فانخفاض السكر ممكن يؤدي لاعراض دي في التالية ياخد ماء سكر او عصير زبون.